هل انت شايف انه السينما السنه دي قدرت يعني تقدم شيء جديد السنه دي؟ طبعا السنه دي في نقلنا لمرحله مختلفه، انه في تنوع شويه. الدراما الاجتماعيه، الكوميديا الاجتماعيه بقى ليها مساحه. احنا بقى لنا كام سنه كده مركزين على الكوميديا صرف، من غير ما يبقى فيها جانب مختلف شويه، سمت مختلف كده. يعني ان السنه دي احنا عندنا مثلا فوي فوي، اللي هو الفيلم اللي احنا مصر رشحته للاوسكار، ما يمثلها في الاوسكار، ووش في وش، الاثنين عندهم شكل مختلف عن طابع الكوميديا اللي اتعودنا عليه خلال الكام سنه اللي فاتوا، اللي هي احنا بنسميها كوميديا مسرح مصر. السنه دي الموضوع افضل كتير، عندنا كوميديا اجتماعيه راقيه جدا، لطيفه جدا، فيها فكره وفيها هل محتوى. نقدر نقول هنا أستاذ مصطفى الكتابة اختلفت أو الكتابة بقت يعني أفضل؟ اختيار السيناريوهات بقى، اختيار يعني انا السيناريوهات ضد أفضل. فكره تماما ان احنا نقول عندنا مشكله سيناريو، او كما يقول الاخوه الفنانين ان مشكله ورق. احنا ما عندناش مشكله ورق، عندنا مشكله اختيار ورق. يعني مصر لم تعقم في 105 مليون بني ادم، طبعا عندنا كتاب وروائيين وفنانين في كل المجالات، تمام، وعندنا كتاب شاطرين جدا جدا جدا. وعندنا و اتفضل احنا ازمتنا الرئيسيه انه دايره الانتاج في طوال سنين، مش انا مش هتكلم على دلوقتي، انا بتكلم من التسعينات، دايره الانتاج قللت مساحه كاتب السيناريو لصالح النجم ولصالح شركه الانتاج ولصالح المخرج. طبعا النجم رقم واحد، طيب لدرجه انه النجم بقى يتدخل في كل حاجه وفي الاختيار، أكيد فالاختيار بيبقى قاصر على افكار النجم لوحدها، اللي هو ممكن يكون ما بيتفرجش، ما بيشوفش، ما بيتابعش، مش قادر يستوعب متغيرات الناس والجمهور والسوق، فبيفضل اختياراته تبقى ضعيفة جدا.